السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بك دكتور. الله يطول عمرك لله. الله يحفظ لك جنة محمد. اللهم أمين. الله يطول عمرك. ورحم لك الوالدة ديالك. يا رحمن يا رحيم بارك الله فيك. عافاك دكتور إلا ما تدعي معايا. يا كريم يا كريم. دعي معايا راني كيأذوني الناس وأنا ما بقيتش نأذيهم بالحاجة اللي خايبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أداوني 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 حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. لا إله إلا الله. أداوني يا بنتي رقية حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يا دكتور. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوهوا لي كل شيء دات ديال عبد داك الشيء ما عرفتش داك الشيء دات كانت بيضة كاين البيضة المقشرة. دروك الحماء ولا كاين الظهر ديال الحنش دات عامل من الفوق حتى لتحت. ياك بدلوا لها التكال. ما عرفت قيناها 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 ما عرفناش اللي داك الشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما خليتش طبيب ما خليتش طبيب فين ما مشيت. والو دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نطلب من المستمعين كاملهم يدعوا لي معها. يا ربي يا لاله يا رب. ما عندها عندها لا ليسونس في الشريعة وعندها ديبلوم في لاجيستيون والو فين ما مشات ما خلات شي 1000 سي في وكثر اللي دفعت. الله 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 الله. مرحبا. لا إله إلا الله لا إله. وتطلب من الله سبحانه وتعالى منك دي لي شفاء مزلزل لها. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. وليداتي كاملهم عندي 4 وليدات الله يحفظ لك وليداتك ووليدات المسلمين من الحاجة الخيبة. آمين يا ربي يا كريم. لا 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 ويعفو لي على رجلي ويسهل عليه. يا ربي يا كريم. فكايتا دكتور دعيتي معايا وكتب لي الله الدعوات لرقية كان عندها الباك تلاقينا أنا وياك في عيد المرأة. ورجلي دعيتي لي معاه كان في تارودا عقلت لالا اياه اياه وعندي مع التصاور وعندي معاك وتلاقيت مع الزوجه ديالك اياه لالا اي عقلت لالا عقلت 4 سنين هذه في تارودا اياه اليوم العالمي للمرأة 8 مارس نعم تكريم المرأة القروية اياه لالا اياه لالا اديت بزاف دكتور لدرجة انهم كان بغيت تدمج في الخدمة وكاينه ضغط تيدير لي الدوسي ديالي وتيدخلوا بلاصتي اخرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. بزاف. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا مع الناس مزيانة ما كان أجي حد وما عمرني حلمت نأجي شي واحد لأن كنخاف من القبر وظلماته. لا إله إلا الله. ماشي خفنا من الدنيا خفنا من القبر والظلمات تاعو. لا إله إلا الله. هو اللي خفنا دكتور. يا رب تحفظك يا لله. هذا هو اللي بنقول لك ادعي لي مع خواتاتي الله يسهل عليهم حنا عشنا إيتاما والحمد لله والشكر لله. اللهم لك الحمد. لا اله عايشين دروك الحمد لله مستقرين. دعي لي مع خوتي الله يسهل عليهم ويحفظهم من هي شي. يا ربي يا كريم. دعي لي مع الحاج بن قاسم الله يعفو عليه. يا ربي يا كريم. الراجل ما كيستاهلش الاذى. يا ربي. الله يعمل صدر ربي تعفو عليه وتسهل عليه وتعفو لي على صحيحته راه مريض بزاف. يا ربي تشافيه وتعافيه. يا ربي تعفو عليه وكل ما اللي قال امين حتى هو ينجي الله من ذاك الحال فاش كاين هذاك السيد مع ذيك المرضى. يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم. وبنته كبيرة حتى هي مريضة وخديجة مريضة وبشرى يا ربي تشافيهم عند الله تعالى. لا إله إلا الله الله يشافيكم جميعا لله. يا ربي تشافيهم وتشافي الأمة الإسلامية وتشافي بنات مبارك في أدوار حتى هما مساكن داك الشيء اللي دار لهم ما كاين لهم الزواج تيجوا الناس كيخطبوا كيخلوا الخطبه وكيمشوا فحال. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نطلب الله سبحانه وتعالى يدي لهم شي دعاء مزلزل يفرج عليهم ويحيد لهم داك الشيء اللي عندهم يشوفوا داك الشيء اللي شافوا الناس شوفوا السنة طاعت الله اللي اعتنى الحمد لله والشكر لله. لا إله إلا الله الله يفرج عليك ولدي شكرا لك أختي. يا ربي الله يحفظك دكتور ويسهل عليك ويحفظ لك جنة محمد ويعطيك شي مقام إن شاء الله في الجنة. يا رب يا كريم. المسلمين أجمعين. جزاك الله ألف خير حافظك الله ورعاك الله للذدية. لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان يؤذي أخاه الإنسان. أتعجب بعض الناس كيف يقف الصباح ما كيلقى ما يدار عوض يمشي يقلب على خدمة ويعمل ويتعب ويقلب على رزقه ورزق وليداته كيوضع نصب عينيه إنسان
اللي هو من المقربين إليه أو من جيرانه أو زملائه في العمل، وكيبدا يحفر له وكيحاول يلحق به الأذى. والله يستر بعض الناس يتفننون في هذا الأذى، ما غيوصلش لبيده، وإنما غيستعمل طرق اللي هي شيطانية تؤذي الناس. كم من واحد دابا الآن كيتصاب بما يسمى بالتمريض، كيدير لي عمل شيطاني من بعيد وكيتصاب بالتمريض، كيعود الجسم ديالو كله مدقدق مسالي، أو أنه كيدير لي ما يسمى بالتوكال في المنام، هو ناعس ما قربش لك بعيد عليك، وكيدير أعمال شيطانية كيوكلك في المنام، كيتكفل بها مخلوق غريب خدام للخدام، أنت ناعس كتاكل راك كليتي التوكال، وكيعود الإنسان جسمه منهمك، وكيعود جسمه كيتقشر وصحته غادي في التدهور. ملي كيزور الأطباء وكيديروا لي التحاليل والكشوفات الطبية العلمية، كيقول لي راه ما عندك والو، هادشي راه عندك غريب، يعني الجسم كارا وكيبان لنا سليم ولكن كيختفي وكيظهر. هذه أرواح خبيثة والعياذ بالله، وأعمال شيطانية كيستعملوها بعض الناس، كيهلكوا في الصحة. شحال من واحد دابا مهلوك في الصحة ديالو بهذه الأعمال الشيطانية، وهي سهلة لكنها مقابل ديال الكفر والعياذ بالله، لأن اللي تعلمها واللي استعملها قال لك ربي عز وجل ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من نصيب. وكل الله يسترنا ويستركم كيدير لهم العكوسات في السعد، هذا الإنسان ما يتزوجش، كتلقى هكذا بوار عائلات عندهم بنيات تبارك الله، آية في الجمال وآية في الأخلاق. ناس خرين فيهم العداوة والبغضاء داروا لهم أعمال شيطانية، بقاو بناتهم عندهم جمال وأدب وأخلاق وتدين وأصل وحسب ونسب، حتى واحد مدق عليهم. كدو السنين كنعرف واحد العداد للعائلات، كل البنات المساكن كيبداو الشيب وكيبدا التجاعيد وكيبدا قطار الحياة يفر، وكتشوف شكون يتعدى عليهم أشباهو عندهم. وكي الله يسترنا ويستركم كيديروا لهم في الجرية في الرزق، ماشي في السعد، كاين اللي في السعد في الزواج، كاين اللي في الجرية في الرزق، كيتحبس ليه باب الرزق، أنه كيبغي يخدم عنده ديبلومي كيبغي يخدم، وخا كاين الجو ديال العام في واحد النوع من قطاع الشغل هو شبه راكد، ولكن هو ما كيسول عليه حتى واحد. بحال دابا سمعنا هاد البنيه قالت لك 1000 سي في، 1000 هذا رقم خيالي، حطمت الرقم القياسي 1000 سي في، صعب جدا، كاين اللي غير 3 4 وجاب الله التيسير. يعني كاين الاعمال الشيطانيه اما في السعد واما في الرزق. شحال ديال الناس كنعرفهم دابا الان عندهم مقاولات تجاريه غلقات، وكاين اللي عنده مقاوله تجاريه محل تجاري في مكان احسن شارع، ولكن عمل له عمل تغلق، ماشي كورونا ابدا، كتلقى وقبال كورونا كتلقى عنده كل شيء مغلق، يلا كيبغي يخدم كيقول لك يدي طاحوا. وحتى واحد وكل اللي عندهم ناس عندهم اراضي وعندهم ممتلكات كان خزن فيها الفلوس، واحد النهار بغى يعاود يبيعها ويعاود يستثمرها، داروا ليه العمل الشيطاني، ولات هي بوار، حتى هي ما كتباعش ما كتشرى، والناس حداهم باعوا وشراوا وهو واقف تما، كل شيء واقف. هذه كلها اعمال الله يسترنا ويستركم كيستعملوها بعض المخلوقات وكيادوا بها خوتهم. كنبغي نوجه الكلمه لهؤلاء الفاعلين، هذا عمل بسيط، اللي بغى يتعلم هذا الشيء راه بسيط جدا، راه كاينه وصفات سهله، ولكن ما مقابلها؟ مقابلها ان صاحبها قال فيه الله تعالى ما لهم في الاخره من خلاق، ما لهم في الاخره من نصيب، يعني حرموا نصيبهم في الآخرة لأنهم استعملوا أعمال شيطانية كيآذوا بها خوتهم المسلمين. ربي عز وجل يحرمهم من نصيبهم في الجنة، سيكون مآلهم النار والعياذ بالله إن لم يتوبوا توبة نصوحة عاجلا غير آجل. ثم هؤلاء الناس اللي تآذوا الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، الله سبحانه وتعالى قادر أن يحميك، ولكن ربما أراد أن يبتليك، فتصبر وتحتسب وترتقي. أي نعم، بعد الابتلاء إذا كان معه الصبر والاحتساب فمعه الارتقاء في درجات الإيمان واليقين. الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فكان تعاطفوا مع كل هؤلاء الناس اللي عندهم هذا النوع من الإذايات، ربي يكون لهم ولي ونصير. السادة المستمعين الله يجزيكم بخير، أختكم نادية
تلتمس منكم دعوة، لأن القدر إذا كان مكتوب لا يزول ولا يغلب القدر إلا الدعاء. الدعاء وحده هو الذي يغلب القدر، حتى ولو كان مكتوب ورفعت الأقلام وجفت الصحف، إذا جاء القدر فإن إذا جاء الدعاء فإن القدر لا يستطيع أن يصمد أمام القدر. حتى إذا القدر كيكون جاي في السماء جاي باش يتنزل، فيتلقفه الدعاء، الدعاء يصعد من الأرض إلى السماء والقدر ينزل من السماء إلى الأرض، فكيتلقاو في الوسط. شكون كيغلب؟ القدر يتدافع والدعاء يتدافع، يتدافعان معا القدر والدعاء. من يغلب؟ الدعاء، خصوصا إذا كان فيه الإخلاص وكان فيه اليقين وكان فيه التأمين. الناس كيدعيو كيقولوا آمين آمين، كتكون في قوة دفع، فيرد القدر الذي فيه أذى أو فيه بلاء أو فيه شدة. فاللهم يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا من كتب على نفسه الرحمة، يا لطيفا بالعباد، هذه أختنا نادية، اللهم فرج على فلدة كبدها، اللهم يا رب شافي ابنتها، اللهم شافيها وعافيها وداويها، اللهم ارزق الصحة والعافية وتمام العافية، واصرف عنها البلاء، واصرف عنها السوء، واجعل بينها وبينه حجابا مستورا. اللهم اصلح لها الظاهر والباطن. اللهم يا رب يا كريم، افتح لها باب السعد الجميل، واختر لها الزوجة الجميل الصالح المبارك المرضي المهدي، وارزقها يا رب عملا ميسرا، عملا مباركا، جهده قليل ورزقه وفير، واجمع شملها وعوضها خيرا مما فاتها. اللهم عوضها في القريب العاجل خيرا مما فاتها. اللهم يا أكرم الأكرمين، جميع الأسماء اللي ذكرتهم للنادية، السي مبارك وليداته والسي بن قاسم والعائلة جميعا، اللهم يا ربي يا كريم اشفي عنهم، اعف عنهم واشفهم وعافهم، وأخرجهم من الفقر ومن الظلمات، واجعلهم في الهداية وفي النور وفي الرزق، واجعل الرحمة تكون معهم جميعا بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم حقق رجاءهم وبلغهم مقصودهم، وكن لهم وليا ونصيرا. كل من قال آمين اللهم ارزقه مقاما عليا. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.